ألف مليون تريليون تزليون مصر ليون. مبروك الحقيقة اللي شاف الفرحة العربية من المحيط إلى الخليج، حس أنه في مكانة خاصة لمصر، الكل عم بيبارك لها. مصر طبعا عندها 12 نقطة، صارت عندها الفرق 4 نقاط على أقرب مناحقين أوغندا، اللي حتلعب مع طبعا مصر حتلعب مع غانا، وأوغندا حتلعب مع الكونغو، خلص ما بقى يفيدها شيء لأوغندا، وبالتالي تأهلت مصر إلى نهائيات كأس العالم.